عند الحكومه انها تبدد العطله المدرسيه. من السابق لاوانيه الحديث على هذا الموضوع، لكن كاين المدارس اللي ظهروا فيها بعض الحالات ديال الكوفيد. الحمد لله انه هذا الوقت حنا كنعيشوا الان الايام الاخيره، لان الجمعه المقبله ان شاء الله غادي يكون اي اخر يوم في الدراسه، دونك المدارس غادي يكونوا في عطله طيله الايام المقبله. دونك هاد الثلاث ايام ولا هاد اليومين اللي انا قررت البارح ما كاين باغي يكونش واحد التاثير على هاد التلاميذ هادو، لانه غادي يمشيو الان في عطله، وان شاء الله في جونفي غادي نشوفوا الوضعيه كيفاش دايره. الا كانت الوضعيه تسمح بعوده الدراسه بشكل طبيعي والمدارس كلها تفتح، راه الحكومه غتمشي في هذا الاتجاه. الا لا قدر الله كانت شي وضعيه اللي ماشي نجي هذيك، انا ذاك سوف تكون قرارات التي تتناسب مع الوضعيه، اللي الوضعيه تبقى غير مستقره وتتطور يوم على يوم. ما كاين حتى واحد يقدر يقول اليوم شنو غيوقع غدا، لكن الوضعيه هي التي تحكم. اذا كانت وضعيه لا قدر الله فيها شي قلق، انا ذاك سوف تنعكس على القرارات التي سوف تاخذها الحكومه.